Hello everyone. I'm so happy to be with you again. على غير عاد اليوم قصتي is not as much as fun as the previous stories. كأنه كلنا كستوري تيلرز اتفقنا انه making peace يعني بدنا نحكي عن الحرب. Which is good. Maybe we can learn. So what I'm gonna talk about tonight is from my memory as a kid living during the war. So رح اضطر احكي عن few religions ورح اضطر احكي عن few nationalities the way يلي فكرت فيهم as a kid living the war. But today I promise you I'm a different person, so don't judge me till the end. Okay? عم بلش لأنه بالبالستين. The first memory of war is I think I was 6 years old, so I'm not gonna have a chronological order. I'm talking from the memory of the kid that I used to be. So I remember everyone talking about the Palestinians. I'm gonna mix between Arabic and English. إنه هول الفلسطينية إجوا جماعة يحتلوا أرضهم. وبالمقابل إجوا على أرضنا ما بعرف إذا لا يحتلوها بس this is what I used to hear and حارب تل الزعتر وهول الفلسطينية زعران سرقوا بيوتنا وسرقوا أغراض من عنا وجربوا يحتلوا أرضنا وصار في بين كل حاجز جيش لبناني حاجز فلسطيني مسلح. So I decided to hate Palestinians in general. I don't like Palestinians. They wanted to occupy our country the same way someone occupied their countries. Moving forward, few years later, صارت حرب الجبل. حرب الجبل للي ما بيعرفها هي حرب المسيحية والدروز. You know, كان في أول ملجأ هو الكوريدور عنا, الهولوي. وتاني ملجأ هو بين الأسانسور والحيط وتالت ملجأ هو بالبناية اللي حدنا وآخر ملجأ هو جامعة القلبة يلي كان أكتر شيء سيف وكان لوكجري. It used to be like a hotel. We used to like هيدا الملجأ much better than the rest. فالماما يلي صارت مدربة عسكريا إنه تنقي وين سيف أكتر قررت for some reason إنه ما نتخبى بالكوريدور بهيدا النهار بس نتخبى بالدار. شو حلوة كلمة دار. في ناس الدار عندهم إياها البلد تبعولن, في ناس عندهم الدار هي البيت تبعولن, في ناس عندهم الدار مثل أمي اللي هو السلام. So طلعت هيك استراتيجيك لقيت الجبل فوق قالت السلام أكتر شيء سيف. جايز توداي مش رح نعمل كوريدور رح نعمل السلام. بتزيح الكاوتشز بصير في الحيط والكاوتشز ونحن بالنص بيي أمي أنا وخيي. My mom was pregnant بشهر التاسع وعلى اساس انه تغدينا وكان في هدنه. هدنه يعني بعقلنا نحن الاولاد لما يسمحوا لقلنا انه نطلع ناكل نتحمم ونرجع ننزل على الملجا. ما بعرف شو بالنسبه للمحاربين الهدنه بس هيدي بالنسبه لقلنا. سو على اساس في هدنه شوي منبلش نسمع ستور بالبيت عنا عم يتجعلك ومنبلش نشم ريحه كثير بشعه وتطلع دخان ابيض وبلشوا امي وخيي يصرخوا وعم بيجي شيء سخن على ايديهم وانا in the middle of nowhere بيي بيركض على المطبخ بجيب تاول كله مي بيجي بحط على ايدين خيي بيحمله بساعد ام الحبل وبيطلعوا لبرا على الملجأ الثاني يلي هو بين الاسانسور والحيط. ببقى انا جوا وحافيه بدي البس باجري. كيف بدي اطلع انا ومش لابسه باجري؟ ماما بتضل تقلنا ما تمشوا حافيين. بتطلع بالبنطوفل البيضة والحمرة تبعي عم جرب البسها مش عم تفوت. هو من الخوف هي لزقت على بعضها انا جرب البسها وهي ما تفوت. بالاخر قررت خلص I have to run. So I run outside وبعيط ماما بترد جارتنا. بنت جيراننا بتعيط ماما بترد امي. كل واحد عم بعيط للتاني بس مش معروف مين عم برد. وفجأة جارنا بسام جوزها لروحية يلي كان يضربها دايما بيجي على وقع القذيفه بو طاير من فوق الدرج لازق بالحيط ونازل ليس. نطلع كلنا سوا بنص كل شيء عم بيصير انه منصفه حرب دروز كانت بس على روحيه يعني جارتنا لانه بسام وجع فيزيكلي يمكن وتعلم انه ما يضربها وما تعلم الله يرحمه مات بعدين بس. فأنا قررت أكره الدروس كلهم سوا.
هول الدروز عملوا حرب الجبال because the loss was not only يعني a financial loss. My mom who was pregnant, I love you. My mom who was pregnant كمان lost her baby لأنه I'm not gonna go there. سنتين ثلاثة لقدام خلص كرهنا الفلسطينية كرهنا الدروز جينا مسيحية بمسيحية بقى مين بدنا نكره ما بعرف. نحن بالمدرسة بساعة الشام ماري أنج شاطي دانس لابو هي والجيتار تبعولا وبعد شوي ببلش يطلع طق 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 فبتيجي الريسبونسابل مارجو بتيجي مارجو هيك رسي أسي رسي أسي بو بو رسي أسي رسي أسي كأنه على الريتم كأنه هوديك عم بلحلو لها إياه ورسي أسي شوي بو 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 صرتي 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 أكيد أنا بيطلع دغري الـ OCD بدي شنطي ضب غراضي زبطهم وأحمل الشنطة وكلهم عم بيهربوا بلا الشنط بس أنا بدي الشنطة بحمل الشنطة و being in a French school English was the fun part of the story هي ساعة اللي نحنا منتسلى فيها كانت تعطيها سيستر جوستين يلي كانت تضل معصبة كمان الله يرحمها كل عم بحكي عنهم ماتوا هلأ اكتشفت سيستر جوستين كانت تحط عوينات وتضل معصبة ولا مرة فهمتها بس بهذا النهار كانت معصبة وفهمتها نطلع كلنا سوا بلاقي انا رفيقتي اللي قاعده عنا بالشارع ومنقرر نطلع نلاقي اخواتنا اللي هن بنفس الصف اللي اكبر منا بسنتين نحن وطالعين بنسمع صريخ وبنسمع انه في حدا انصاب وبعد ما خلصنا كلمتنا بنبرم بنلاقي سيستر جوستين كلها دم من فوق لتحت ما كانت هي المنصابه وحده من اصحابنا انصابت بايدها وبلش ينزل الدم افري وير وانا ومرقه اجى الدم علي كله من فوق لتحت وسيستر جوستين واقفه وحاطه عويناتها وكثير معصبه نص دم نص مش دم it's so sad لقينا خيي وخيي وخيي لقى رفيقه يلي بنفس الشارع ورفيقه لقى جاره بنفس البناية وفي فادي وفيفيان طلعوا بظهر البيعة لأنه ستهم عنا بالبناية صرنا 12 واحد كلنا مع عمو موريس بالسيارة راجعين على البيت نوصل على البيت كلنا دم بتبلش أمي تبكي يس قوم خد بنتك على المستشفى مام مش أنا يس قوم خد بنتك على المستشفى مام مش أنا هيدي رفقتنا انصابت وانتلينا دم الحمد لله الحمد لله عشو الحمد لله it was not me it was my friend الحمد لله عشو الحمد لله انه حدا تاني انتزعت حياته فانا قررت اكره القوات لان القوات هن اللي قوسوا على المدرسة صرت بكره فلسطينية دروز سرقوا اجراس الكنايس و القوات طبعا لبنان بلد السسبنس لازم اوصل لاكره كل الناس وبعدين برتاح اجوا السوريين اخواننا السوريين الله يخلي لنا اياهم هيدا عمي للو جوز عمتي للو مثل الديك عنده بويك حمراء بيطلع فيها بحطها الريبن ومثل الديك شاطر على عمتي يا نهى ويا نهى عم بنطوا بارضهم بعدين عايشين يا نهى ويا نهى ويا نهى ويا نهى يلا كل نهار سبت منعبي هالاكلات بالصندوق بحط دخانات وبحط الريبن بيطلع بالبويك نحن الاولاد ورا عمتي وهو قدام عم يتخانقوا كل الطريق بيوصل على حاجز السور بال شو اسمها المنطقه انتوا طالعين على الشمال مش شكه مدفون مدفون حلو حاجز المدفون عم جوز عمتي مثل الديك بيصير مثل الصوص زالوا لون السياره بينزل من السياره فتح الصندوق ليش لقلكم الشباب مزوقين ينقوا الخبز الابيض الطازه اللبناني ينقوا الاكل يطرقوه لما اقول بكلمه تاني بكراس دخاه لجوز عمتي اللي كنت انبسط انا صراحه انه يصير هيك مثل السوس يرجع يحمل حاله يطلع بالسياره ونطلع على الجبل ما كانه شيء صار ما كانه انمعشت كرامته يرجع له عين يعرم بعد رح خبر كان في خبريه كثير قاسيه بعد رح خبرها بس هلا اخر دقيقه قررت الغيها كثير قاسيه هيدي الخبريه وبتاخذ وقت ليشفى الواحد منها فاستبدلتها بخبريه صغيره ثانيه عم نلعب بوجه الملجا اللي كثير سيف انا واختي ورفيقتها على البسكلات بعطش تعالوا نرجع على البيت ما بدهم يرجعوا بعطش تعالوا نرجع على البيت ما بدهم يرجعوا بالاخر اوكي ممنوع اختي تلعب الصغيره
بلاية. فبقول له انا رايحه على البيت صوتهم بوم بوم، بتطلع هيك اختي عايشه، بتطلع هيك رفيقه اختي عايشه. كيف عشنا الحرب نحن؟ نحن كيف عشنا الحرب وبعدنا طبيعيه؟ يا عالم ما عم بفهم. بخنهم وبطلع على البيت عم ببكي. اكشلي نطلع بنلاقي رفيقتها لاختي از بليدينج، بس قد ما سخن الشظيه ما حست فيها، اجت باجرى. And she started bleeding and I kept on thinking كان لازم متنا بس ما متنا. It's so weird. رجعنا عشنا وكملنا حياتنا طبيعية وشو قلنا؟ الحمد لله اجت بغيري مش فيي. What the hell؟ كرهنا السورية. خدوا بقى خيي بعد في كتير بس ما لقيت رح يقوم يقول له كله. كبرت انا وعندي كره. مش ما فيك بهالمقطع تقول لي انه خلص وقتي. هلا هلا النتيجه هلا هلا. كبرت وانا بكره كل الناس ومعصبه كثير. كنت معصبه معصبه من جوز عمتي اللي ما دقوا قتلي للجيش السوري، ومعصبه كيف الفلسطينيه سرقوا لنا بيوتنا، ومعصبه كيف القوات يلي هن بيعتبروا حالهم مسيحيه مثلنا قدروا يرفعوا الفرد علينا، ومعصبه من السوريه اللي بسموهم جيراننا كل الوقت كيف قدروا يبهدلوا فينا. كنت اتمنى لو يجي وقت يتبهدلوا. بس لما كبرت لقيت انه بكره كل الناس وقلبي كله كره، وما حدا تعبان غيري، كل الناس عايشه عادي بس انا تعبانه قد ما بكره. وصرت اتعرف على ناس فلسطينيه، واتعرف على ناس دروز، واتعرف على ناس من عند القوات، واتعرف على ناس سوريين، وكل ما اشوفهم منيح اتفاجئ كانه ممنوع يكونوا منيح. ما هول الزعران، هول زعران الحرب، كيف صاروا منيح؟ نحن المنيح، هن اللي حاربونا، مين نحن؟ ما بعرف. بس هن زعران ونحن منيح، وصارت تتغير الفكره شوي 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 شوي، وبتوصل للكونكلوجن. جابي ما هيك؟ جابي خبرها من بوينت اوف فيو مقاتل، انا عم خبرها من بوينت اوف فيو اوف ا بيرسون هو ليفد ذا فريكينج وور، اند ات واز سو بينفول تو ا بوينت وير توداي بده يرجع يصير في حرب. اذا حيلا حدا بيرفع ايده على فلسطين بدي اكسر له اياها، واذا حدا بيرفع ايده على درزة بدي كسر له ايديه واجريه. دروز بخصونا صاروا. واذا حدا بيرفع ايديه على حدا بقول له انت كنت مقاتل بالقوات اللبنانيه بدي اكسر له ايديه، اذا حدا بقرب على السوريه بدي اكسر له ايديه. انا قررت حب كل الناس وارتاح، وقررت بهيدي الطريقه ابني بكره احسن للجاي بعد مني، لما تتدمر مره ثانيه طفوله من ورا هبلنه ناس ما بنعرف منن قاعدين بشي محل عم بيعملوا مصالحهم ونحن عم نقتل ببعضنا. No more hate. Thank you so much.